يقول هذا السائل أبو عصام، من الذي حدد المواقيت فضيلة الشيخ؟ إيش ما أي المواقيت؟ المواقيت المكانية. مواقيت المكانية حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة. حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم.